مرحبا بكم معنا في عدد جديد من تدابير. عاودنا ولينا لكم بتدبيره جديده اللي هي تخص الشعر. كيما على بالكم كنا في فصل الصيف، دوك انا في فصل الخريف. في فصل الصيف كنا مع لابيسين والبحر والشمس، اللي كامل هالعوامل الطبيعيه تاثر على الشعر وتفسده، لازم نهتموا به شويه باش يكون شعرنا صحي ويكون في احسن الاحوال. تبعوا معنا هاد لاستيس. عندنا ملح، ملح عادي، ملح طعام، عندنا شويه زعتر مرحي ماشي بودغ، توجور مدش شويه برك، عندنا ثوم، الماء، بيكربونات، عندنا خل التفاح، زيت الزيتون والخزامه. نبداو في القوماج. القوماج فيه مغرف ملح لانه الملح مطهر وراح ينحينا القشره تاع الشعر، لانه العوامل الطبيعيه اللي ذكرناها راح تخلينا قشره في الشعر وراح الشعر ما يكونش صحي. احنا نحاربوا القشره بهذا القوماج، نديرو مغرف بيكربونات مع مغرف ملح ونديرو شويه زعتر ماشي بزاف، نخلطوهم ناشفين بهذه الطريقه. مي ما نقدروش نديرو هذا القوماج في الشعر لانه راح يتجرحوا، باش نطولو ترطيب وتكون الفروه تاع الراس توجور ادغاتي، نديرو لها زيت الزيتون، شويه زيت الزيتون، حتى زيت الزيتون مفيد للشعر وعنده بزاف خصائص تجميليه. كل مره نكتشفوا سر من اسرار زيت الزيتون. راح يكون هكا لوغوماج. بون هذا لوغوماج. نجوزو للماسك اللي نديرو فيه حبة تاع الثوم ولا زوج حبات ولا ثلاث حبات على حساب الكونتيتي اللي حبيتو ديروها، وديروا لهم زيت الزيتون كيما انا درنا هكا، وتخلو هذاك الثوم مدة 4 أيام حتى يحمر الزيت الزيتون وتحطوهم. دوك في الاخير نعطوكم الاستعمال تاعو. اما الزعتر اللي بقى لنا هذا ناخذو منه شويه ونفرغوا عليه ماء سخون، ماشي ديروه في لاكاسرول وتخلوه يغلي هكا اون تيزان، نو هذا ماشي تيزان، هذه سي اون لوسيون للشعر، تخلوه هكا يدير لي في تاعو في الماء، في الماء السخون. ومن بعد واش ديروا له؟ ديروا له خل التفاح اللي هو مفيد للشعر ويخلينا نتخلصوا من القشره. نديروا له زوج مغارف خل التفاح، ونديروا له قطرات من زيت الخزامه اللي موجود عند العطار، توجور الزيوت تصيبوهم عند العطارين. زيت الخزامه باش يعطيه رائحه، لانه لا لافوند عندها رائحه مميزه راح تعطر لكم شعركم. بالنسبه للناس اللي عندهم القشره ياخذوا ان شامبوان بيبي يديروا فيه مغرف بيكربونات ويغسلوا به الشعر. مي كي تغسلوا به شعركم راح يكون شويه فريزي، لازم عليكم تعالجوه بالزيوت حتى تخلصوا من القشره. وفي الاخير هذا التريتمون بالنسبه للقوماج اللي حضرناه في الاول، ديروه مده 20 دقيقه يبقى في الشعر، ومن بعد تغسلوا شعركم عادي طريقه عاديه، تخلوه مده 20 دقيقه وتغسلوا شعركم، ديروه في 15 يوم الاولى تاع التريتمون. تاخذوا هذا القوماج تخلوه مده 20 دقيقه ومن بعد تغسلوا شعركم. بالنسبه للزيت اللي درنا فيه الثوم راح يندار مره في الاسبوع. اما لا لوسيون اللي درناها بالزعتر والماء السخون ودرنا فيها خل التفاح تندار نفس الشيء مره في الاسبوع، تندار مع في الاخير كي تغسلوا شعركم وتنقوه ديروا لا لوسيون هذه، وان شاء الله راح تتخلصوا من القشره نهائيا. في الاخير انا نقول لكم تهلاو في شعركم وفي الجمال تاعكم وخاصه في النفسيه تاعكم اللي هي تنعكس على اي شيء في الانسان. تهلاو لي في رواحكم وبقاو اوفياء لينا، وحنا دائما نعاودو نوعدوكم بالجديد في التدابير. بقاو على خير. We'll be right back.